هو النهارده هنتكلم عن الجرين بيلدينج عامه, ومن ضمن الجرين بيلدينج اللي هي ان انا ازاي استخدم ترشيد الترشيد في الطاقه, في استخدام الطاقه الشمسيه عشان اوفر الكهرباء. وده نقطه من نقط الجرين بيلدينج. في نقط تانية كتيرة في الجرين بيلدينج اللي هي ان انا ازاي ابني بالمواد الخام او المواد البيئية اللي حواليا, بحيث ان هي تبقى كلها من المواد الطبيعية, البنى نفسه يبقى من المواد الطبيعية, وبالذات الحاجات اللي بتبقى تنفع في القرى السياحية والحاجات اللي هي تبقى ارض وطين وارض اول والحاجات اللي هي المباني الصغيرة واللي بتستهلك فيها كمية خرسانات جامدة جدا. ده بالنسبه للبنى. وبالنسبه للطاقه, الطاقه الشمسيه طبعا معروفه ان احنا بنولد منها الكهرباء, ما بنستخدمش خالص الكهرباء بتاعت السورس بتاعت البلد نفسها, وبالعكس ممكن الكهرباء الزياده اللي بنولدها في القريه المقوره, يعني بنستخدم حاجه زي زياده, ممكن تروح للقريه الثانيه بالبيع, تدخل على الشبكه الرئيسيه تغذية. والله احنا بنأمل ان الموضوع ينتشر وان يبقى فيه تدعيم من الـ من الـ من الـ من الـ من المستثمرين, وان الحكومة برضو تبقى في الموضوع ده, لان هو في الاول وفي الاخر يعني بيوفر طاقة وبيوفر رأس مال. والله الطاقة الشمسية ابتدت تدخل في اماكن والناس متقبلاها, بس هي يعني في الاول بتبقى الحاجة غالية, وبعد كده طبعا مع اللونج راند بتبقى العملية بتترخص وبتبقى متداولة اكتر.